الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم أحباب بإذن الله حننفذ فكرة سهلة، فكرة لذيذة، حتكون عبارة عن ميدالية على شكل بنت لابسة قبعة زي ما انتم شايفين العنوان. خلاص حبايبي، حنحتاج لبعض الأشياء البسيطة، حنحتاج لقطعة بسيطة من الكرتون. طبعا أنا حقص من هذه القطعة الصغيرة حبايبي، حقص منها دائرة واحدة. خلاص حبايبي، ممكن تجيبوا الكرتون لشوية سميك. خلاص حبايبي، شوفوا هنستعمل القماش، قماش يمط، عارفين قماش استريتش. في نفس الوقت يعني لو ما تبغوا قماش يمط، اهم شيء انه قماش ما ينسل عشان ما يتعبنا في الشغل. هنحتاج قطعة من الدانتيل، هنحتاج هنا يا حبايبي شوفوا هذه الحلقة عشان شبكها تصير ميدالية. إذا ما عندكم ممكن تستخدموا خيط عادي أو شريط ساتان. هنستخدم هذه القطعة، هذه غطاء قارورة الموية محتفظة بأغطية كثير، هنطلع منها أعمال فنية حلوة. خلاص حبايبي، هحتاج لون خيط زي لون القماش، أحتاج كمان صوف عشان أسوي الشعر أو خيوط إذا ما عندكم. شوفوا يا حبايبي، استخدم من هذه الورود، استخدم وردة واحدة يا دوب. يلا طبعا غر المسدس، تعالوا نشوف كيف حنبدأ فكرتنا. طيب يا حبايبي، الخطوة الأولى أنا قصيت كده دائرة، أديكم المقاسات لو تبغوا. هنا يا حبايبي قطرها 6.5 تقريبا 6.5، وجبت قطعة من القماش يعني تكون أكبر منها. شوفوا يا حبايبي بهذا الشكل، يعني تقريبا هذه 6.5، هذه ضعفها يعني 12 تقريبا. خلاص حبايبي، وكمان القماش عندنا عشان انه ايه يعني مط، عارفين ابغى البس هذه القطعة. خلاص كيف البسها؟ اجي اخذ خيط كده، شوف حبايبي هنا، وابدأ اسوي سراجة داير ما يدور كاملة، سراجة غرزة السراجة العادية. خلاص حبايبي كده بهذا الشكل، ما في أحد ما يعرف غرزة السراجة، سراجة عادية. بعدين في النهاية أنا حزمها، هنشوف مع بعض كيف. شوفوا اشتغلوها سراجة كاملة يا حبايبي، بعد ما اشتغلتها سراجة كاملة شوفوا بهذا الشكل. ايش اسوي دحين؟ ابدأ ازم هذه السراجة، ازمها بشكل كامل، وزع الكشكشة هذه، زم هذا الشكل. طيب شوف الحبايب، بعد ما زميت تعالوا دحين نحط في وسطها قطعة الكرتون بهذا الشكل. شوفوا، حاولوا نخلي قطعة الكرتون في المنتصف ونزم شكل كامل، زموا لين آخر حد ممكن، وزعوا الكشكشة كمان عشان ما تتجمع في مكان واحد. يزم، خلاص دحين أمسك أثبت. يا حبايب بعد ما ثبت وضميت كل الأجزاء هاد بهذا الشكل، دحين أجي أبغى أخذ هذا الغطاء وألبسه نفس الشيء. حسوي نفس الطريقة هذه، حجيب قطعة قماش يعني تكون أكبر من الغطاء. خلاص حبايبي، ونفس الشيء حبدأ أشتغل نفس الغرزة حبايبي، غرزة سراجة صغيرة يعني قدر الإمكان عشان نقدر نزمها. شوفوا تتركوا يعني مسافة بسيطة وتبدأوا تشتغلوا حول الدائرة كاملة. اشتغلها كمان، ارجع لكم نشوف كيف حنلبسها. طيب شوفوا يا حبايب، بعد ما اشتغلت حولها سراجة كاملة، الحين نفس الشيء حنبدأ نزوم هذه السراجة هذا الشكل، ونوزع الكشكشة. خلاص حبايبي، نوزع الكشكشة كاملة على كامل الدائرة. شوفوا هتتقوس بهذا الشكل، نقوم نحط الغطا بهذا الشكل. شوفوا كده يا حبايبي كده،
ونزم حولها نفس الشيء زي ما سوينا في قطعة الكرتون، لأني أنا بلبس نفس الغطا ده بلبسه بهذا الشكل. خلاص حبايبي، شوفي حبايبي بعد ما ضميت كل الأجزاء الحين إيش حسوي؟ هثبت هذه القطع، حثبتها كده، يعني هذا حيكون الخلف وهذا حيكون الأمام. شوفوا بس حيكون نظيف، ما حيبان هذه الخيوط كلها، والزم اللي سويناه ما حيكون ظاهر. خلاص حبايبي الشكل. نصبر عليها لين ما تجف. شوفوا يا حبايبي، انا ممكن عند هذه المرحله خلاص اركب الميداليه، تكون كده انتهت، تكون حلوه وشيك وكل شيء، وممكن ازين عليها. بس انا لا، ابغى اسوي زياده، اني اسويها زي بنت. خلاص حبايبي، ابغى اسوي الشعر. خلاص اجي هنا اخذ من الصوف هذا الشكل، اسوي فتلات الشعر، أقص مجموعة كمان وأرجع لكم. طيب يا حبايبي، هنا بعد ما سويت قصيت بهذا الشكل، سويت كمان أطول من الطول اللي أنا أبغاه، لكن عشان إيه يا حبايبي لا نتورط بعدين نقص على قد ما نبغى. خلاص حبايبي، الحين التثبيت حيكون من القفا كده. خلاص حبايبي، قلت أول شيء أحط منديل لصق اللي بوجهين، يعني عشان أقدر أتحكم. بس كده يا حبايبي هذا الشكل. اجي كده اختار جهة، اختار مثلا هاي، بس انا اختار هذه الجهة مثلا، اجي هنا. خلاص حبايبي، افك اللصق بهذا الشكل كده. طبعا الشعر حيكون بهذا الشكل عشان اقدر اتحكم، ارص الشعر كده. ابغى الشعر كده يا حبايبي يكون غزير. خلاص يعني قصيت بزياده، بعدين عاد نشوف، يعني ممكن نقلل شويه، ممكن كده. بس حبايبي كده الشكل. نجي الحين نغرب المسدس، ثبت ثبت مجموعة تانية. بس حبايبي بهذا الشكل، شوفي حبايبي الشعر. ممكن كمان في دي المرحلة أساوي الشعر وأزينه، خلاص أحط الميدالية خلاص حبايبي. لكن أنا برضو بدي أسوي خطوة، بدي أسوي لا إله إلا الله، بدي أسوي زي معطف. خلاص حبايبي، تركب فوق الشعر. جبت هذه القطعة، قطعة مستطيلة كده، عرضها 12 سنتي وطولها 7 سنتي. ايش حسوي؟ حاجي هنا يا حبايبي، ابغى ازمها، ابغى ازم، اسوي لا اله الا الله سراجة، زي ما سويت في الدائرة. خلاص حبايبي كده سوي سراجة، شوفوا هذا الشكل، وازمها. يا حبايبي شوفوا، بعد ما سويت هذه السراجة قبل ما ازمها، تعالوا نزين بهذا الدانتيل هذا الشكل يا حبايبي. حزين من الاسفل. خلاص الديل ابغاه بهذا الشكل، ثبت الدانتيل، خلوه كمان بزيادة علشان ايه نقدر نتحكم. بس حبايبي كده اصبر عليها لما تنشف. حبايبي بعد ما ينشف الدانتيل، نجي هنا ونزم هذه القطعة، ابغى ازمها بهذا الشكل نفس ما سوينا في الدوائر. حزم هذه القطعة بهذا الشكل واثبت، بس ثبت، لازم اثبتها بهذا الشكل. خذوا كده غرزتين فوق بعض من الخلف. طيب شوفوا يا حبايبي، بعد ما زمينا التثبيت الحين حيكون كده من الخلف. خلاص يا حبايبي،
حيكون تثبيت كده بهذا الشكل، وكمان حتني الجوانب هذه، حتني ذا الجانب وذا الجانب، نيهم بغير المسدس. والله أنا كمان أسويها علشان إيه وأرجع لكم. طبعا الشعر الزايد يا حبايبي هنقصه، استحين خلونا نثبت ونشوف قديش ياخذ مننا حبايبي كده. طبعا الشعر غلط يكون أقصر من المعطف، أطول من المعطف قصدي، هنمسك كده نقص، بس قصوا يعني قد ما تبغوا هذا الشكل، يعني إننا يعني نخليه أطول خلاص حبايبي عشان نقدر نتحكم وإحنا اللي نقص بعدين. طيب يا حبايبي شوفوا الحين أبغى زين القبعة، قصيت وحدتين كده من الدانتيل، شوفوا يعني الزينة طبعا على حسب خاماتكم على حسب ذوقكم انتو، حطيتها بهذا الشكل. أحط فوقها هذه الوردة حبايبي، شكلها جدا رقيق وحلو. يا حبايبي ايش رايكم فيها؟ قبل ما ننهي العمل خلاص حبايبي شوفوا، لو تبغوا عملكم يكون كده انظف واحلى، تعالوا نغطي هذا الجزء كده، نغطيه بطبقة تانية علشان كده عملنا يكون نظيف ويكون تمام. خلاص حبايبي لو تبغوا تغطوا هذا الجزء هذا الشكل، قصوا دائرة تكون قد الكرتون، قد دائرة الكرتون عشان عملنا كده يكون حلو ونظيف. اللي تبغى تشتغل كمان في ده العمل مثلا سوي له مشروع صغير كده، مشروع ميداليات، راح حيكون حلو بإذن الله. طيب يا حبايبي شوف كده بعد ما نظفته بهذا الشكل، تعالوا نخزق هنا بالمقص علشان أركب الميدالية. خلاص حبايبي هذه هي فكرتنا يا حبايبي بعد ما انتهينا من تنفيذها. طبعا أنا سويت كمان اللون الوردي، إيش رأيكم فيها؟ تصلح يا حبايبي يعني توزيعات لعدة مناسبات، تصلح ميدالية المفاتيح، تصلح كمان يا حبايبي كده للسوستة حقت الشنطة، يعني حطيها لبنتك حتجي مرة حلوة. إيش رأيكم في الفكرة؟ يعني فكرة لذيذة صراحة وسهلة، ما يبغى لها شيء. رب تكون عجبتكم. انتظروني يا حبايبي في المزيد من الأفكار اللذيذة والبسيطة أيضا. حبايبي دعموني بلايك وشير، اكتبوا لي تعليقاتكم. جزاكم الله خير على المتابعة، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.